أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء؟ هل يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيصوم 3 أيام، أم يقتصر على صيام التاسع والعاشر فقط؟ كله جائز، إن صام 3 كلها هذا أكمل، وإن صام 9 والعاشر فهذا أيضا هو السنة، وإن صام 10 والحادي عشر هذا أيضا سنة. كله جائز والحمد لله. نعم.